متواجد في المركز السادس ب 23 نقطة، ومن هناك الريان بالمركز السابع ب 23 نقطة كذلك ليفكل هذه الاشتراك ما بين الفريقين. فبالتالي لمن ستكون الكلمة ومن سيتقدم بهذه المباراة؟ على بركة الله أطلقت الصافرة، صافرة حكم المباراة يوسف المرزوقي طاقم تحكيم هذا اللقاء. نعم يوسف المرزوقي، ويساعد كل من عيد البوحينين، مساعد ثاني خالد البدر، والحكم الرابع عبد الرحمن محمد يوسف. نعم هذا هو الطاقم التحكيمي لهذه المباراة، وبالتالي انطلقت الصافرة. ويتواجد من هناك نادي الريان على الجهة اليمنى بألوانه السوداء الموشحة باللون الأخضر، وعندك العربي كالمعتاد بالقلعة الحمراء بألوانها الحمراء هنا في استاد سعود بن عبد الرحمن. يدخل من هناك نادي العربي بحراسة المرمى نور الدين محمد أحمد، برقم ثلاثة عبد الله خالد سلومة، برقم خمسة ابراهيم احمد العبد الله، وبالرقم ثمانية ثقب ناصر الهدمي، 10 جاسم جابر احمد، 11 جاسم عادل النجار، 14 محمد احمد لاري، و16 من هناك يوسف محمد حسين، و17 عبد الرحمن بلال الصادق، و22 شاهين مهنا السليطي، و95 عبد الله عبد الرحمن حسين بقيادة المدرب تيو برجع. هذا هو التشكيل بالنسبة لنادي الريان للفريق الاحمر المتواجد من على يسار الشاشة. عما عندك من هناك نادي هذا العربي، عندك نادي الريان، نادي الريان يبدأ بحراسة المرمى أحمد حسن محمد بالرقم اثنين، خليفة يوسف العبيدلي بالرقم أربعة، جابر محمد المري ستة، عبد الله جابر المري، سعيد سالم المري، وعبد الله محمد المري بالرقم ثمانية، وتسعة مكي محسن الطنباري، وعشرة خالد علي سبعة، 16 أبو بكر الصديق قصيبة، رقم 17 نايف عبد الرحمن الحضرمي، وثمانية وثمانين محمد طالب عفيفة، وبقيادة المدرب عارف عوض محمد. بالتالي المباراة المشتعلة هنا بتاريخ الفريقين، احنا خلينا بغض النظر عن المستوى، بغض النظر عن سلم الترتيب، بغض النظر عن الأرقام وعن الأمور التي حققها نادي العربي وحققها نادي الريان بهذا الموسم، خلونا نترك هذه الأمور على جانب، لكن ندخل بغمار المنافسة، ندخل بغمار هذه الندية اللي تحضر دائما ما بين الريان وما بين العربي. هذه المباراة الكبيرة عندما تقول الريان والعربي إذ اجتمعوا تجتمع كرة القدم القطرية. فبالتالي ننتظر المنافسة بهذه المباراة، انطلاقة بمنتصف الميدان لمصلحة نادي الريان مرة أخرى، تعود على مستوى حراسة المرمى للحارس من هناك الرياني اللي هو أحمد حسن محمد. أحمد حسن محمد هذا الموسم الرياني تلقى 27 هدف. عما عندك من هناك حارس العربي نور الدين محمد أحمد استقبل 17 هدف بهذا الموسم. الكرة في منتصف الميدان، وأص صافرة حكم المباراة اللي أشارت بالمخالفة والسقوط على أرضية الميدان. نعم هذا هو التدخل اللي يتدخل من هناك لاعب الريان أو عفوا العربي باللقطة الماضية اللي هو محمد أحمد لاري القائد والكابتن. استلام بمنتصف الميدان، يتبادلون الكرات إلى الطرف الأيمن، تغيير اتجاه اللعب إلى الجهة اليمنى. دور الشباب نادي الريان جاي من مباراة كبيرة. نعم أنا أتحدث على تاريخيا، نتحدث عن الريان عندما يواجه السد، يعني ينسى الظروف الذي يعيش هذا الفريق ويدخل بغمار هذه المنافسة، يدخل بغمار هذه الندية، يدخل أجواء الكبار. نعم نادي الريان جاي من مباراة بمواجهة السد، لكن هناك محاولة ريانية وصلت إلى الطرف الأيمن لكن تقطع وتعود إلى الجهة اليمنى. استلام لمصلحة نادي العربي مرة أخرى، عادت إلى الجهة اليمنى استلام، ومن ثم يعود يفكر يبحث عن مساحة، يريد يمرر الكرة بالمكان السليم حتى لا تذهب المباراة الكرة عفوا عبثا، وأن تبقى الكرة بأقدام لاعبي. مرة أخرى هناك الاستلام إلى الطرف الأيسر، استلام من الجهة اليسرى لمصلحة الفريق الأحمر، هذه هي كرة والتمرير واصلة عند جاسم جابر، ومن ثم إلى رمية تماس من الطرف الأيسر لمصلحة الريان. نعم كما قلت تتحدث عن نادي الريان جاي من مواجهة من السد بالجولة الماضية بالأسبوع الرابع عشر. نعم الريان واجه السد والمباراة اللي انتهت 2-2 ما بين الفريقين. نادي السد كبير حقيقة، يعني هو الزعيم السد، وكذلك لديه الأرقام بهذا الموسم، متواجد في المركز الثالث. هذه كرة من على مشور في المنطقة، استلام لمصلحة الريان، عادت ومن ثم بملعب نادي العربي طويلة خلف المدافعين، لكن بالتالي التغطية الدفاعية باللقطة
الماضية لتعود بالكرة إلى الطرف الأيسر. استلام دوران يبحث عن مساحة لمر الكرة، تأخذ ينطلق إلى الأمام، التصويبة تجريب عن بعد لكن تجربته كانت خاطئة باللقطة الماضية والسيئة وراحت إلى ركلة مرمى. هذه هي الكرة والاستلام وتقدم نحو الأمام وراحت إلى ركلة مرمى. هو كان على ما أعتقد بفكر العرضية، على ما أعتقد. لا هذه محاولة أخرى، هذا استلام من على مسار في المنطقة، عمل الدوران لكن ما وفق باللقطة الماضية لتعود وهناك إلى ركلة مرمى. أمامنا بالصورة مدرب العربي تيو بورجا، نترجى يا بورجا الانتصار، هكذا يقول اللاعبي أو عشاق نادي العربي يطالبون بالانتصار. عادة الكرة الأخطاء الفردية قد تكلف الكثير مرة أخرى. الاستلام بمنتصف الميدان إلى الجهة اليمنى، الدوران مرة أخرى، استلام لمصلحة العربي، عادة ومن ثم بمنتصف الميدان الصراع على الكرة والنزاعات ما بين اللاعبين والصافرة حكم المباراة يوسف المرزوقي أشارت بالخطأ لمصلحة نادي الريان وتتحول إلى الطرف الأيمن. استلام وانطلاقة من على مسار في المنطقة لكن عادة ريانية، المحاولة والمرور انطلاقة للطرف الأيسر، هذا الكرة والمحاولة مرة ثانية ثالثة، عدى راح فاد دخل ممكن خطرة جول لكن بالتالي راحت من هناك إلى ركلة ركنية. هكذا يشير حكم المباراة يوسف المرزوقي إلى الطرف الأيسر وبالتالي الركنية الريانية من الجهة اليسرى. لاحظ المحاولة المرور، البنية الجسمانية كان هناك دور كبير للعامل البدني، عدى فاتمر لعب كرة لكن اصطدت بالدفاعات من هناك، اصطدت بإبراهيم أحمد العبد الله وراحت إلى الركنية. تمريرة إلى الطرف الأيسر مرة أخرى من على مشار في المنطقة، أرسلها وعادت لمصلحة الريان. الريان يضغط، الريان يريد، الريان سيسجل، الريان جول، الريان جول، الله! هذه المحاولة الصعبة لمصلحة الريان وهذه الانطلاقة الجميلة ما بها أوفسايد. نعم راحت وببعد السنتيمترات القليلة اعتلت العارضة يا محمد طالب. طالب كان يطلب هدفا لكن ما وفق بطلبه وبالتالي راحت إلى ركلة مرمى. والاستلام من الطرف الأيسر لمصلحة النادي العربي مرة أخرى. لاحظ عملية الضغط، ممكن هذا الضغط يولد الانفجار، خلوها ببالكم، قاعدة في زاوية ممكن تحصل في هذه المباراة. نشاهد نادي الريان الأكثر اندفاع إلى الأمام، نشاهد نادي الريان هو المسيطر لحد الآن بهذه الدقائق السبعة لحد الآن المقبلة على الدقيقة الثامنة وممكن تكون العشر دقائق الأولى بهذه المباراة. فبذلك أن نادي الريان بهذا الضغط وكمية الضغط الكبيرة ممكن أن يسجل أول أهداف. عادة الكرة إلى الطرف الأيمن مرة أخرى على مستوى خط الدفاع، تنقل بالمنتصف لكن عادت على مستوى حراسة المرمى، حارس المرمى ليأخذ دور المدافع اللي هو أحمد حسن محمد. ومرة أخرى تقطع وتعود، نعم الكرة ما تبقى بأقدام العرباويين كثيرا لحد الآن. هذا اللي نلاحظه ونشاهده ونتابعه لحد الآن بهذه الدقائق اللي مرت، أنه نادي الريان الأكثر سيطرة، نادي الريان الأكثر من يسير هذه المباراة. لاحظ الاندفاع نحو الأمام لكن على ما أعتقد بأنه نادي العربي لديه استراتيجية معينة ممكن ينتفض بعد وقت مقبل. يقول لك بعد الربع ساعة تتغير العديد من المعطيات، تتغير العديد من الأحوال بالمباريات، لكن نحن بما نشاهد هذه المباراة ونصف الحدث لحد الآن، الدقائق هي ريانية، الضغط رياني، الاندفاع رياني، السيطرة ريانية، وبالتالي هل يفلح الريان ويستغل هذا الضغط إلى الأمام ويسجل أهداف؟ نلاحظ وننتظر. عادة الكرة على مستوى حراسة المرمى، بالصورة يظهر أمامنا من هناك عارف عوض محمد. يا ترى عارف هل يعرف السبل الذي تأخذ بفريقه إلى مرمى نادي العربي بهذه المباراة؟ أنا أشاهد بهذا اللقاء لحد الآن نادي الريان يندفع إلى الأمام، لحد الآن نادي الريان يستغل كل المساحات للأمام لكن بالتالي اللمسة الأخيرة وهو من يسير هذه المباراة. استلام بمنتصف الميدان، عادت إلى الجبهة اليسرى، نقلة نحو الطرف الأيسر لكن بالتالي إلى رمية تماس، هكذا يشير المساعد الأول عيد البوعينين. نعم عيد البوعينين إلى رمية تماس من الطرف الأيمن لمصلحة نادي العربي العرباوي اللي يريد يرتب صفوفه بعد مرور العشر دقائق الأولى، يريد أن يهدد مرمى من هناك الحارس أحمد حسن محمد. نعم بعد هذه العشر دقائق
الداخلي اللي عدد وفاتة استلام من الطرف الأيمن مرة أخرى، عادت على مستوى خط الدفاع، ترسل بمنتصف الميدان للطرف الأيسر، نقلة إلى الجبهة اليمنى، يتبادلون الكرات، عدت عرباوية، هاي القلعة الحمراء ومتى تعود وتنتفض القلعة الحمراء. كرة عالية وطولية خلف المدافعين، استلام ممكن، رد الله، كاد أن يكون الرد على الكرات الماضية، لكن الراية هي من وقفت هذا الاندفاع، الراية من وقفت هذا الرد. نعم، فبالتالي راية أوفسايد، وعادت بركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي العربي. هذه الكرة الماضية، لكن الآن محاولة ريانية وتعود على مستوى خط الدفاع لمصلحة النادي العربي. استلام من الطرف الأيمن، يبحث عن مساحة فارغة ليمرر بها كرته مرة أخرى، هناك إلى 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 الطرف الأيسر استلام، وبالتالي إلى رمية تماس من الطرف الأيمن، إلى تماس من الجبهة اليمنى لمصلحة نادي ريان، يعود على مستوى خط الدفاع، نقلة إلى الجبهة اليسرى، هناك عند لاعب ريان الخليفة العبيدلي، يوسف العبيدلي مرة أخرى يعود بها إلى الطرف الأيمن، نايف عبد الرحيم الحضرمي، كرة عالية وطويلة، استلام من الطرف الأيمن، ومرة أخرى عملية الدوران، ومن ثم المرور من لاعب، وعادت يبحث مرر كرته، غير اتجاه اللعب إلى الجبهة اليسرى، استلام للاعبي نادي الريان مرة أخرى، عالية، إلى والريان، وكثرة الضغط تولد الانفجار بعرضية راسية سجلت مرمى العرباوية، هكذا هي الكرة الماضية، استلام من الطرف الأيسر، عالية، هوبا هوبا هوبا، جول، هذا الأول رياني يسكن في شباك العرباوي، راسية راحت عالية، راسية أسكنها الشباك، راسية لامست الشباك، نعم، عالية طولية بالمرمى العرباوية تسجل، هكذا هي الكرة الماضية لمصلحة النادي الريان. وبالتالي الآن يتيوبرجا وضحى في شباكك أبو بكر الصديق، وكان صادقا بتسجيل أهدافه، وبالتالي هذا هو الهدف الأول لمصلحة النادي الريان بهذه المباراة. هناك تيوبرجا لاحظنا انحنى قليلا، تنكراسه ممكن الان بدت علامات مختلفه على تيوبرجا، وبالتالي على تيوبرجا يفكر ويعود لهذا الفريق بالحياه. استلام من الطرف الايسر، تمريره مميزه، عادت ومن ثم بمنتصف الميدان على مستوى خط الدفاع، التقدم الان للريان، ابو بكر صديق قصيبه هو من سجل الاهداف الاولى بهذه المباراه، اول اهداف، يفتح باب التسجيل، يضع النقاط على الحروف، طرق البيبان ودخل، انه ابو بكر صديق قصيبه من سجل الاهداف. استلام بمنتصف الميدان مره اخرى الى الجبهه اليمنى، تنقل الى 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 الطرف الايمن، المحاوله بالمرور، نعم، راحت الكره امامك، لكن يعود بها الى 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 الجبهه اليسرى مره اخرى، عادت لمصلحه النادي العربي، الضغط على 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 حامل الكره، هذا ما نلاحظه، وعمليه الانتشار وغلق المساحات، لاحظ انهم يتناقلون الكرة، لكن هناك بنقل الكرات يجدون صعوبة، لاحظ المساحة راح أمامه، ممكن عدى أستلام بمنتصف الميدان، سحب كرته وعاد إلى 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 الطرف الأيمن، ومرة أخرى إلى إلى الجبهة اليمنى لمصلحة النادي العربي، عاد بكرته إلى الطرف الأيمن، ينظر نحو الأمام، يقطع المسافة، يبحث عن زميل بالمكان المناسب ليمرر كرته مرة أخرى، هناك للجهة اليسرى، راحت على مستوى خط الدفاع لمصلحة النادي الرياني، ومرة أخرى يعود بها هناك لزميل الاخر اللي هو نايف عبد الرحيم الخضرمي يقف على كرته، يرسل كره طوليه الى الطرف الايسر، استلام لعبد الله جابر المري انطلق، المري راح، المري بالمساحه، المري عدى، المري فات، لكن بالتالي تعود الكره الى الطرف الايمن لمصلحه النادي العربي، وبالتالي الاستلام عاليه وطويله، غير اتجاه اللعب الى 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 الطرف الايسر، هذا الاستلام من الجبهه اليسرى مره اخرى، عاد بها الى 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 الجهه اليمنى مصلحة النادي العربي، استلام بمنتصف الميدان، عملية الدوران مرة أخرى، يبحث عن زميل، واصل من هناك إلى
لاعبي نادي العربي شاهين المهنة. شاهين المهنة عاد بها على مستوى خط الدفاع مرة أخرى إلى الطرف الأيمن، استلام هناك عند يوسف محمد حسين. يوسف محمد حسين مرة أخرى بالمنتصف، عادت لمصلحة الريان. الريان إلى الطرف الأيمن، المحاولة والمرور، هذا هو صاحب الهدف أبو بكر الصديق اللي سجل هدف أول بهذه المباراة والهدف الوحيد بهذا اللقاء. عادت الكرة إلى الطرف الأيسر لمصلحة النادي لنادي الريان. الرهيب الرياني لحد الآن هو من يتقدم، لحد الآن هو من يسجل. عادت الكرة إلى الجبهة اليسرى، عندك نادي العربي متواجد بالمركز السادس، عندك نادي الريان بالمركز السابع، فارق ما بينه هي الأهداف. الفارق عملية موجب 28 للعربي وموجب 11 للريان، فبالتالي هناك ما بين الفريقين هي فارق الأهداف. عادت الكرة إلى الطرف الأيسر، عالية طولية مرة أخرى، قد يعيد الكرة، لكن بالتالي صافرة حكم المباراة تشير بالمخالفة لمصلحة نادي العربي أو الراية والأوفسايد على ما أعتقد، هكذا يقول حكم المباراة. هذه هي العرضية اللي كانت من جابر محمد المري، والراسية اللي سجلت بمرمى النادي العربي اللي سجلها من هناك أبو بكر الصديق قصيفة، وبالتالي وضع الأهداف يشير بواحدة من علاماته، هكذا يبقى المعنى بداخله وسجل الهدف بمرمى نادي العربي. استلام بمنتصف الميدان، عاد بكرة مرة أخرى هناك إلى الطرف الأيسر، استلام لمصلحة النادي الريان. الريان الرهيب، عالية طولية خلف المدافعين ومن ثم عادت على مستوى حراسة المرمى هناك إلى الطرف الأيسر مرة أخرى بمنتصف الميدان، يستلمون الكرات وعادت هناك إلى الجبهة اليسرى وعادت لمصلحة النادي العرباوي. المحاولة بالمرور، المجهود الفردي لكن تعود إلى الطرف الأيمن لصاحب الهدف الوحيد. عرضية عالية راسية قد تكون، استلام ثاني 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 على كيف بكل هداوة يسجل هدف بمرمى النادي العربي. الرهيب يرهب بهذا اللقاء، الرهيب فعلا رهيب، الرهيب يسجل، راحت استلم نظر حطها بالمرمى جول، حط الكرة الماضية. سعيد سالم المري يسعد كل عشاق الريان، يسعد كادر الريان، يسعد لاعبي الريان، وعلى كيف بكل هداوة حط له جول، على كيف بكل هداوة حط له جول على يسار حارس المرمى، وبالتالي يتقدم نادي الريان بالهدف الثاني بهذه المباراة. ثنائية ريانية بكل أريحية بعد مرور 18 دقيقة يسجل من هناك سعيد ويسعد كل العشاق، نعم ويسعد كل العشاق والمحبين بهذه المباراة. عادت الكرة على مستوى خط الدفاع، نقلة إلى الطرف الأيمن لمصلحة العربي، الهدفين الريانيين بهذه المباراة. هذه هي المحاولة لمصلحة نادي الريان والاستلام من الطرف الميمن. شوف لاحظ اخذ مساحة، عدم المراقبة، ترك وحيدا تسأل دفاعات نادي العربي على الكرة الماضية. استلم كرة ما بين اثنين من اللاعبين بدون أي ضغط، استلم بكل أريحية، عمل الدوران بكل أريحية، صوب كرة بكل أريحية، وبالتالي لا يوجد أي ضغط بالكرة الماضية، فبالتالي يسأل دفاع الريان على الهدف الماضي. عادت الكرة إلى الطرف الأيسر مرة أخرى لكنها طالت وإلى رمية تماس من الطرف الأيمن لمصلحة نادي العربي من الجبهة اليمنى. أمامنا بالصورة يوسف المرزوقي، لاحظ احنا اليوم مو بس لاعبين شبان، مو بس الاهتمام باللاعبين على مستوى الشبان، حتى الاهتمام بالكوادر التحكيميه وعلى خلق حكم مونديالي، نعم على خلق حكم واعداد حكم مونديالي واسيوي والعديد من الامور، على ان يكون الاسم التحكيمي والعلامات او الصافره القطريه تكون حاضره وبقوه باسيا بعد ما كانت حاضره بكاس اسيا بالنسخه الماضيه، نعم عندما كانت بقيادة خمس طواقم تحكيمية أو خمس حكام ساحة بالبطولة الماضية، وبالتالي قادوها إلى بر الأمان، وكان من الممكن أن يصلون إلى المباراة الختامية لولا أن وصل الأدعم إلى المباراة الختامية، وبالقانون لا يصلح أن يحكم حكم من نفس البلاد، فبالتالي كان من الممكن أن يصلون إلى الختام ومرشح
الحين بالوصول إلى الختام، لكن وصول العنابي والأدعم إلى الختام مما حرمهم الوصول إلى قيادة المباراة الختامية، وكانوا حاضرين بمونديال روسيا 2018، وبالتالي هناك شباب قادمين وبكل قوة أن يقودوا الصافرة القطرية إلى بر الأمان. نعم الإعداد ليس فقط على مستوى اللاعبين، عادة الكرة بمنتصف ملعب نادي العربي، الاعتماد على الكرات الطولية والقوية، لكنها راحت ضعيفة بأيادي حارس المرمى بالكرة الماضية نور الدين محمد أحمد. هذه هي الكرة وهذه هي التصويبة اللي كانت من المكي محمد الطنباري، المكي محمد الطنباري. نعم قيل هناك في الاستوديو التحليل أنه كان من أبرز اللاعبين بالمباراة الماضية لنادي الريان، فبالتالي هو متواجد اليوم وبشكل أساسي بصفوف نادي الريان. استلام بمنتصف الميدان، عادت والمحاولة مرة أخرى للطرف الأيسر، عملية الدوران نقلت إلى الطرف الأيمن لمصلحة النادي العربي، يبحث عن مساحة لمرر بها كرته مرة أخرى. هناك بالمنتصف عالية وطويلة، عاد بكرة لمصلحة نادي الريان مرة أخرى إلى الجبهة اليسرى، الكرة العرباوية للطرف الأيمن، نقل المحاولة استلام لكن عادت وراية المساعد الأول عيد البعينين أشار بالتماس لمصلحة نادي العربي. هذه هي الكرة الماضية وهذه هي رمية التماس باللقطة الماضية، الكرة خرجت بكامل محيطها وعادت لمصلحة نادي الريان بمنتصف الميدان. استلام مرة أخرى للطرف الأيسر مصلحة النادي الرهيب الرياني، هذه الكرة للجبهة اليسرى عالية وطويلة، غير اتجاه اللعب إلى الطرف الأيمن مرة أخرى، الاستلام لمصلحة نادي الريان، السيطرة الريانية لحد الآن. أنا خلونا أشوف البوزيشن، المخرج يطلع لنا البوزيشن ويخلينا نشوف البوزيشن بأنه والسيطرة على الكرة هي لمصلحة الريان، سيطرة على الكرة الرياني، الهجمات والخطورة على المرمى الرياني، ولغة كرة القدم الرياني هي لغة كرة القدم الأهداف، الأهداف هي لغة كرة القدم، فبالتالي الريان نطق مرتين بهذه المباراة وأسجل هدفين بهذه المباراة. لاحظ هذا الاستلام وهذا التدخل وصافرة حكم المباراة، كانت حاضرة بلقطة الماضي، هذه الكرة خلف المدافعين لكن بالتالي عادت على مستوى حراسة المرمى هناك لحارس الريان أحمد حسن محمد. كرة واستلام من الطرف الأيمن لمصلحة نادي الريان، عاد بها إلى الطرف الأيمن يبحث عن سبيل بالمساحة الفارغة عالية وطويلة مرة أخرى للجهة اليسرى، ينظر يحاول يمر، نعم يبحث عن سبيل، عاد بكرة إلى 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 الطرف الأيسر، نقلها واحدة والثانية وعاد مرة أخرى، وبالتالي هناك عند المكي، المكي والصراع على الكرة، بالتالي جابر بكرة العالية وراحت بمنتصف ملعب نادي العربي، وتعود الكرة إلى الطرف الأيسر، هناك لاعب انطلق من الطرف الأيمن واقف بكل بمساحة الفارغة ومن ثم تعود للجبهة اليسرى، راحت خلف المدافعين، استلام هناك لمصلحة العربي، جاسم جابر أحمد، جاسم جابر أحمد، وبالتالي تماس لمصلحة نادي العربي من الطرف الأيسر، هكذا يشير حكم المباراة، يشير بتماس لمصلحة نادي الريان، والمساعد الأول يشير بتماس لمصلحة العرب، لكن القرار الأول والأخير يعود لحكم الساحة وكان أقرب إلى 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 الحالة الماضية، وبالتالي أشار بتماس لمصلحة الريان واستلام هناك للطرف الأيمن مرة أخرى، وعادت استلام بمنتصف نادي الريان، عادت للطرف الأيمن، الضغط على حامل الكرة وبالتالي تعود وعملية الضغط وترسل الكرة الماضية إلى رمية التماس، ترسل الكرة الماضية إلى رمية التماس لمصلحة النادي العربي للعرباويين في هذه المباراة. عادت الكرة إلى الطرف الأيسر مرة أخرى، الضغط على حامل الكرة، عادت إلى 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 الجهة اليمنى، هناك لمصلحة نادي الريان، الريان بكراتهم إلى الطرف الأيسر، نقلة للجبهة اليسرى، استلام للاعبين نادي الريان، جابر محمد المري مر بكرته حطها للطرف الأيسر، لكن التماس وتبعد من دفاعات نادي العربي إلى رمية التماس من الطرف الأيسر لمصلحة الريان. هذه الكرة وعملية الضغط وأرسلت الكرة الخاطئة، كان بالإمكان أن يستلم المهاجم نادي العربي اللي هو صقر ناصر الهتمي، كان الصقر وبعين الصقر ان يستلم الكره الماضيه لكنها راحت وبالتالي طالت عليه بسنتيمترات قليله والى الى الى التماس. هناك تماس مره اخرى لمصلحه الريان، امامنا بالصوره احمد حسن محمد حارس مرمى نادي الريان، وكما قلت حارس مرمى الريان اللي استقبل هذه البطوله 27 هدف، 27 هدف استقبل الريان، نعم 27 هدف
استقبل الريان بمعنى معدل هدفين بكل مباراة، هدفين بكل مباراة، هدفين بالمباراة الواحدة، هكذا هي الإحصائيات بالنسبة لنادي الريان. عادت الكرة إلى الطرف الأيسر، استلام لمصلحة نادي الريان، الضغط على حامل الكرة، المحاولة والمرور، نعم عملية الضغط وسجال الكرة، ترسل مرة أخرى لمصلحة الريان، عملية الضغط يريد أن يفك كرة بلقطة الماضية، وبالتالي تماس لمصلحة نادي العربي من الطرف الأيمن، تماس لمصلحة نادي العربي من الطرف الأيمن. هذه القمصان الحمراء، الكرة خرجت بكامل محيطها، وبالتالي بعد ذلك لمسة يد كانت حاضرة، وبالتالي هي بعد ما خرجت الكرة القرار يبقى بالدرجة الأولى لرمية التماس. استلام بمنتصف الميدان لمصلحة نادي العربي، الصراع على الكرة بكل فدائية، تعود الكرة هناك لمصلحة نادي الريان من الجهة اليسرى، الانطلاقة القطار الريان، القطار الأحمر اللي يتوشح بالألوان وتقمص بالألوان السوداء بهذه المباراة، وصافرة حكم المباراة تشير بركلة حرة مباشرة، بركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي الريان. هذه المحاولة والتدخل، نعم التدخل، التدخل على اللاعب الريان، على المكي محمد على ما اعتقد، وكانت من يوسف محمد حسين صاحب ال 17 عام، والتدخل وصافرة حكم اللقاء كانت حاضرة واشارت بالخطأ لمصلحة نادي الريان. امامنا بالصورة نور الدين محمد احمد، استقبل لحد الان بهذه المباراة هدفين، الهدفين ينضما الى الاستقبال طوال الموسم، يصبح بمرمى 19 هدف، 19 هدف، وبالتالي ركله حره مباشره لمصلحه نادي الريان وقريبه من الخشبات الثلاث، نعم ممكن تلعب دايركت بالمباشر على مرمى نور الدين، وقد تلعب على الرؤوس وزحف بكل الطرق تؤدي الى 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 الى, إلى, إلى الخشبات الثلاثه، مثل المثل اللي يقول لك كل الطرق تؤدي الى روما، لا هاي الكره كلها كل 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 طرقها تؤدي الى الشباك، فبالتالي اي سبيل سيتخذ من هناك المكي محمد الطنبوري، المكي محمد الطنبوري ينظر الى الخشبات الثلاث، وبالتالي الى 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 اي مساحه او اي 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 فراغ او اي اي مساحه مناسبه يجدها سيلعبها من هناك الطنبوري، الكره الثابته، لكن هناك تشاور، هناك تشاور حكم المباراه، نعم هناك تشاور حكم المباراه مع الحكام المساعدين وبعض من الحالات، وبالتالي ماذا سيتخذ حكم المباراة، ماذا سيتخذ حكم المباراة بهذه المباراة؟ ننتظر القرار من الحكم يوسف المرزوق. البطاقة الصفراء قد تكون حاضرة، نعم البطاقة الصفراء حاضرة بهذا اللقاء على اللاعب، من على اللاعب رقم 8 عبد الله او عفوا صقر ناصر الهدم، صقر ناصر الهدم يتحصل على البطاقة الصفراء. صقر المخرج راح يجيب لنا اياها وراح يقول لنا ليش بطاقه صفراء. نعم نعرف، لكن بعد هذا الكره الثابته لمصلحه نادي الريان، للرهيب الرياني والكرات الثابته، نعم ينظر الى الخشبات الثلاث، من هناك المكي محسن هل سيحسن التصويب؟ محسن يا المكي محسن، هل سيحسن التصويب؟ ينظر الى الخشبات الثلاث، يشير بالمساحه، يشير نعم الخط حكم المباراة، نعم المكي على كرة يقف، المكي للخشبات الثلاثة ينظر، المكي يفكر، المكي إلى أين سيرسل كرته، المكي ماذا يدور ببالي، نعم نعم المكي ينظر للخشبات الثلاث، فبالتالي إلى أين ستكون هذه الكرة، النظرة بعد الصافرة ماذا ستكون، القدم إلى أين سترسل الكرة، يا ترى هل سيكون كلامنا بعيد، لكن أرسلت وأبعدت من دفاعات نادي العربي وعادت إلى الطرف الأيمن. نعم المكي تحدثنا على كرة عن كرتك كثيرا، كان ممكن أن تحسن الكلام باللقطة الماضية وتجمل الكلام بأقدامك، لكن ما جمل الكلام المكي وعادت لمصلحة الريان مرة أخرى، والاستلام بمنتصف الميدان، عادت للطرف الأيسر عالية وطويلة خلف المدافعين، وبالتالي تعود إلى رمية تماس من الطرف الأيمن لمصلحة نادي الريان. مصلحة نادي الريان. أمامنا بالصورة من هناك لاعب نادي العربي عبد الرحمن بلال الصادق، وبالصورة تيوبرج دع القلق وابدأ الحياة يا تيوبرج، نعم اترك القلق وابدأ الحياة، أن تكون الرافد الأساسي بإبعاث الطمأنينة والروح لهؤلاء الشبان، نعم هؤلاء الشبان نواة المستقبل،
العربي اللي هو يتفوق بسلم الترتيب على نادي الريان. نعم يتفوق بسلم الترتيب على نادي الريان بفارق الأهداف. عادت الكرة على مستوى حراسة المرمى لمصلحة نادي الريان، هناك على مستوى حراسة المرمى أحمد حسن، وبالتالي هذا هو اللي قلق لحد الآن تيو برج. عادت الكرة هناك على مستوى حراسة المرمى لمصلحة نادي الريان، ولحد الآن وبعد مرور هذه الدقائق بأول نصف ساعة يتقدم نادي الريان بهدفين دون رد، بهدفين دون رد. ترسل الكرة من الكابتن والقائد أحمد حسن محمد عالية وطويلة، ومرة أخرى الاستلام بمنتصف الميدان لمصلحة نادي الريان. هناك إلى تماس عارف عوض محمد بتكتيكه بتشكيلته باستراتيجيته بخطته. لحد الآن عارف يا عارف عارف يعرف نعم هكذا عارف يعرف بكيف السبل اللي أخذت به إلى مرمى نادي العربي، ولحد الآن نجح بهدفين. ويبقى أمام الوقت وبالتالي ماذا سيفعل؟ هناك سقوط على أرضية الميدان، وأنا أتمنى السلامة لكل اللاعبين، أتمنى أن لا تكون هناك إصابات بالغة، أتمنى المباراة أن تذهب إلى بر الأمان ولا توجد هناك معوقات بهذا اللقاء. هذه عملية التدخل وبالتالي إصابة الساق الأيسر، نعم الساق الأيسر للاعب نادي العربي. هذه عملية التدخل ولاعب نادي العربي باللقطة الماضية محمد أحمد لاري اللي هو القائد والكابتن اللي سقط على أرضية الميدان، ونتمنى السلامة محمد احمد لاري، السلامة لاحمد لمحمد احمد لاري ولكل اللاعبين بهذه المباراة. لاحظ هناك التوجيهات من مدرب الحراس لنادي العربي لحارس المرمى لنادي العربي، لاحظ ترك مكانه حارس مرمى نادي العربي وجاء الى مدرب الحراس، وفي هناك بعض من التوجيهات لحارس مرمى نادي العربي. لكن المخرج ياخذ لنا اللقطة، يعني دائما ما تكون هذه التوجيهات فريدة من نوعها. نعم فريدة من نوعها هذه التوجيهات على مستوى حراسة المرمى. الحارس يترك المكان ويأتي إلى المنطقة الفنية ليأخذ بعض التوجيهات. هذا من النادر دائما ما نشاهده. هذه هي الكرات وهذا هو الهدف الأول والرأسية المميزة اللي أسكنت شباك حارس المرمى من هناك نور الدين محمد. نعم وبالتالي هذا هو الهدف الأول، وهذا الثاني اللي راح بكل هداوة على يسار حارس المرمى نور الدين محمد. فبالتالي نادي الريان يتقدم، نعم يتقدم من هذان الهدفان لحد الآن. كرة إلى رمية تماس من الجهة اليسرى لمصلحة نادي الريان، مرة أخرى الاستلام بمنتصف الميدان، البحث عن زميل. عاد بكرة إلى الطرف الأيمن، هذا هو لاعب نادي العربي. ترسل الكرة بالعمق الهجومي، لكن بالتالي راحت هناك على مستوى حراسة المرمى إلى 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 حارس المرمى نور الدين محمد أحمد. يدون يكتب ويرسم استراتيجية الوقت المتبقي. هكذا تياكو برجع، استلام من الطرف الأيمن، الطلعة الهجومية الريانية دخلت المنطقة، الراية والأوفسايد. هكذا يشير المساعد الثاني خالد البدر، أشار بالراية والأوفسايد لمصلحة نادي العربي، وبالتالي تعود الكرة بمنتصف الميدان. استلام للطرف الأيمن لمصلحة العرباويين. الأحمر ممكن أن يرسم بألوانه الحمراء بهذه المباراة، وبالقليل يسجل هدف تقليص الفارق. ولو جاء هدف تقليص الفارق لمصلحة العربي لتكون المباراة بطابع وشكل مختلف في دقائقها المقبلة. استلام بمنتصف الميدان للطرف الأيمن، المحاولة والمرور انطلق وبما مساحة، لكن راية المساعد الأول عيد البوعينين أشارت إلى رمية تماس، والكرة خرجت بكامل محيطها، وبالتالي تعود إلى الطرف الأيسر. استلام مرة أخرى وإلى رمية تماس لمصلحة نادي الريان. هناك للطرف الأيسر عادت عند عبد الله جابر المري. نعم عبد الله جابر المري بكرة إلى الجهة اليسرى، عادت واستلام بمنتصف الميدان لمصلحة نادي الريان. عادت ومن ثم على مستوى حراسة المرمى وصلت إلى أحمد حسين. كانت هي صعبة باللقطة الماضية، لكن عادت وتدارك الموقف لتعود إلى الطرف الأيسر. استلام الأول والثاني، الطلعة الهجومية الريانية انطلاقا من الجبهة اليسرى. عدفات أحمر، نعم يبحث عن مساحة، قد تكون العرضية حاضرة للجهة اليسرى. استلام هناك عند المكي حسين الطنباري، الطنباري إلى الطرف الأيمن، حط كرة الطنباري، أرسل كرة عالية لكن راحت كرة نايف عبد الرحيم. مرة أخرى والاستلام بمنتصف الميدان، الطلعة الهجومية لا وجود
الى الرائع. هذا القطار قد يسرع، هذا القطار قد يكون سريع، القطار سياتي بالاهداف. الاول عرباوي، الله، الاول عرباوي كان قريب، الاول عرباوي كاد بالامكان افضل مما كان. نعم العربي كان قريب لكن اصبح في خبر كان، نعم اصبح في خبر كان، وراحت الى الكورنر والركنيه. هكذا هي الكره الماضيه على يسار حارس المرمى وارسلت الى الركنيه وتصدى لها احمد حسن محمد وباطرافه حولها الى الركنيه ليحرم العربي من اول اهدافه. عادت كره عالية وراحت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الريان. الكرة الماضية وهذه الكرة والراسية اللي راحت عالية وطويلة ومن ثم إلى ركلة مرمى. القطار العرباوي، السرعة العرباوية، الطلعة العرباوية، الفرصة العرباوية باللقطة الماضية لاحظناها وشاهدناها، لكن بالتالي كان ينقصها التوفيق وعامل من عوامل الحظ. نعم عندما أرسل كرة وتصدى لها من هناك أحمد حسن محمد وأرسلها إلى الركنية مرة أخرى. الإسلام بمنتصف الميدان، عالية وطويلة بمنتصف ملعب نادي العربي، مساحة فارغة، يأخذ الانطلاقة بشكل واسع، يعني يترك يسرح ويمرح وللثالث الرياني، عالية وطويلة لكن بالتالي الرايون الأوفسايد. نعم هكذا هي المساحات، هكذا هي المساحات اللي شاهدناها لحد الآن بملعب نادي الريان. عملية الضغط ما موجودة بشكل كبير، ونلاحظ لاعب نادي الريان عندما يستلم كرة يأخذ المساحة ويأخذ خطوات طويلة ومن دون أي ضغط. هذا اللي أتحدث عنه. لاحظ عملية الاستلام والرأي والأوفسايد اللي أشار بها المساعد الثاني، لكن عملية الادفانتج بما أن الكرة بقت أو راحت لأحضان لاعبي نادي العربي. هذه نوع من عملية أنه عدم الابتعاد عن وقوف المباراة، فبالتالي هكذا اتخذ القرار حكم لقاء يوسف المرزوقي. هذه كرة راحت على مستوى حراسة المرمى هناك للحارس نور الدين محمد احمد ليتصدى للكرة الماضية. عادت ومن ثم الى الجهة اليسرى مرة اخرى لمصلحة نادي العربي، مرة اولى وثانية الى الجبهة اليسرى، يعود بها على مستوى حراسة المرمى ومن ثم الى الطرف الايسر ويعود بها الى قلب الدفاع، الى قلب الدفاع للطرف الايمن لمصلحه النادي العربي ويبحث عن زميل. عادت هناك على مستوى خط الدفاع مره اخرى لجبهه اليسرى يبحث عن السبيل. لاحظ يضغط بثلاث لاعبي، يغلق المساحه نادي الريان بثلاث لاعبي بالمقدمه. هكذا هي استراتيجيه المدرب عارف عوض محمد، عارف عوض محمد لحد الان هو من يتفوق على تيو برجع. هي المواجهه ليس فقط بالمستطيل الاخضر، المواجهه هناك بالمنطقه الفنيه، نعم بمنطقه المدربين، وبالتالي عارف عوض هو من يتقدم لحد الان. عادت الكرة إلى الجبهة اليسرى لمصلحة أو اليمنى لمصلحة نادي الريان، تلعب إلى الطرف الأيسر خاطئة لمصلحة نادي العربي من على مسار في المنطقة مرة أخرى. الاستلام إلى الطرف الأيسر، يبحث عن زميل، غير اتجاه اللعب، برافو، لمسة مميزة، نعم حطها للطرف الأيمن، المحاولة والمرور، عملية الدوران لكن بالتالي تقطع وتعود لمصلحة نادي الريان للجبهة اليسرى. انطلاقة بالمساحة الفارغة هناك لمصلحة الريان، عبد الله جابر المري بكرة بمنتصف الميدان، قطع المساحة، نعم هدفات، راح انطلق هذه المساحة الفارغة اللي تحدث عنها، قطع الشوط طويل، ممكن راح يصوب، الله على الكرة الماضية والتصويب من الطنباري لكنها راحت إلى ركنية من الطرف الأيسر. هكذا هي الكرة الماضية، قطع مسافته وراح وصال وجال وعد وفات وصوب من ثم إلى ركلة ركنية. اللاعب ما وقفوه لاعبي نادي العربي سوى كفوف حارس المرمى هي من وقفت، وبالتالي اخذ شوطا طويلا بالكره الماضيه. عادت هناك الى 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 الطرف الايمن لمصلحه الريان مره اخرى للجهه اليمنى، استلام العرباوي راحت خلف المدافعين، المحاوله مره اخرى الى الجبهه اليسرى، استلام وصفره حكم المباراه تشير بالمخالفه لمصلحه نادي العربي، وعادت الى الطرف الايسر او الايمن لمصلحه النادي الريان، وبالتالي الاستلام بمنتصف الميدان ومن ثم الى الطرف الايسر لمصلحة النادي العربي. هكذا يشير حكم المباراة وأمامنا الطنباري. نعم لاعب نادي الريان المكي محسن الطنباري، واحد من اللاعبين المميزين
وصدقوا عندما قالوا بالاستوديو التحليل واحد من المميزين الذين قدموا مستوى طيب في المباراة السابقة والآن متواجدين بالتشكيلة الأساسية واستحق هذا التواجد بالتشكيلة الأساسية. السقوط على أرضية الميدان والسلامة كل السلامة للاعب الذي يسقط على أرضية الميدان. سلامات لأبو بكر صديق قصيبة صاحب الهدف الأول بهذه المباراة. سلامة كل السلامة لأبو بكر صديق قصيبة. عادت الكرة إلى جبهة اليسرى ويستأنف اللعب بعد التوقف لمدة دقيقة. نعم هذه الكرة إلى 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 جهة اليسرى مرة أخرى لمصلحة النادي الريان العربي والراي والأوفسايد. راي والأوفسايد بإشارة المساعد الأول عيد البوعينيل أشار بالأوفسايد لمصلحة نادي الريان بالكرة الماضية. 40 دقيقة عدت وفاتت حبة المشاهدين والمتابعين في كل مكان والتقدم لمصلحة الريان بهدفين سجل الأول أبو بكر الصديق والثاني سعيد سالم وبالتالي يتقدم نادي الريان لحد الآن ويتفوق بهذه المباراة. وهناك على ما أعتقد سيكون تغيير لمصلحة العربي بالذات من لاعب الرقم 20 إبراهيم عبد الله العماد هكذا يفكر وهكذا يرسم استراتيجية تاتيو بورجا. استلام بمنتصف الميدان لمصلحة نادي العربي ومرة أخرى إلى الطرف الأيسر عالية وطويلة والاستلام بمنتصف الميدان للجهة اليمنى لمصلحة نادي العربي. المحاولة والمرور عادت على مستوى حراسة المرمى هناك للحارس أحمد حسن محمد بكرة إلى الطرف الأيمن مرة أخرى الاستلام بمنتصف الميدان البحث عن زميل بالمساحة الفارغة مرة أخرى الدوران كرة طولية جهة اليسرى. نعم استلام لجابر محمد المري بالمحاولة المري بكرته لكن عادت إلى الطرف الأيمن ومرة أخرى الاستلام بمنتصف الميدان لأصقر ناصر الهدمي وعادت بمنتصف الميدان إلى الطرف الأيمن لمصلحة الريان عالية وطويلة من عبد الله محمد المري وطالت ومن ثم هناك إلى 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 حارس المرمى إلى نور الدين محمد. نور الدين محمد إذا تحدثت عن الفريقين وإذا تحدثت عن المواجهة ما بين الفريقين بهذا الموسم بدور الشباب تحت 19 عام الفريقان ما تواجها بهذا الموسم نعم ما تواجهوا بهذا الموسم بسبب عملية الإعفاء ما تواجها هذا الموسم لأنه هذا الموسم هذه البطولة يشترك بها 17 فريق بكل مرحلة أو كل أسبوع يعفى فريق على سبيل المثال بالأسبوع الماضي أسبوع رقم 14 أعفي نادي الأهلي بالأسبوع رقم 15 هذا الأسبوع الحالي النادي المعفى هو نادي أم صلاح والأسبوع القادم سيعفى المرخي وبالتالي بسبب هذه العملية ما تواجها الفريقان بهذا الموسم على مستوى الشباب لكن بباقي البطولات على مستوى دور النجوم كيو ان بي تواجهان عن مرتين. هناك تغيير خروج اللاعب ابراهيم احمد العبد الله والزد في ابراهيم عبد الله العمادي هكذا يفكر تيو بورجا قد يكون حل نعم بنادي العربي. فبالتالي المواجهات بهذا الموسم ما تواجه نعم الفريقان سواء نتحدث على مواجهتهم بالصف الاول بدوري نجوم كيو ان بي تواجهوا مرتان بمباراة الذهاب بالجولة الخامسة تواجهوا وانتصر نادي الريان 1-0 في استاد نادي الريان نعم باستاد حمد الكبير وفي مباراة الإياب اللي كانت قبل أيام هناك بالجولة 16 في استاد جاسم بن حمد في ملعب الانتصارات الملعب المفترض لنادي الريان نعم لانتصر نادي الريان كذلك 3-1 على مستوى الصف الأول المواجهتين ابتسمت لنادي الريان وهذه المباراة نعم المواجهة الوحيدة بدور الشباب تبتسم لنادي الريان لحد الآن ونحن وصلنا إلى الأمتار الأخيرة في الشوط الأول عادت الكرة على مستوى
خط الدفاع مرة أخرى إلى الطرف الأيسر لمصلحة نادي العربي. من الطرف الأيسر استلام من الجهة اليسرى ويعود بها هناك إلى الطرف الأيسر وعلى مستوى خط الدفاع نقلة واستلام. الأخطاء الفردية نعم قد تكلف الكثير، الأخطاء الفردية بكرة القدم تكلف أهداف مثلما خطأ الشاطر بمليون. نعم عادت الكرة بملعب نادي العربي إلى الطرف الأيسر، استلام إلى الجهة اليسرى، هناك عملية الدوران نايف عبد الرحيم الخضرمي وأطالت وتعود إلى الطرف الأيسر ومن ثم عالية وطويلة من قبل لاعبي نادي العربي. والآن يرفع أذان المغرب واحتراما وإجلالا لهذه الأذكار. نعم ولهذا الأذان لا صوت يعلو فوق صوت الله، سنعود بعد الأذان إن شاء الله. نعم أحبتي الحمد لله دائما وأبدا. دقيقة واحدة ووقت بدل من ضاع، هكذا أشار الحكم الرابع عبد الرحمن يوسف. وأحبتي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، مع الدقيقة الواحدة اللي انتهت تأتي صافرة حكم اللقاء يوسف المرزوقي بنهاية الشوط الأول. شوط أول ابتسم للريان بكل شيء، شوط أول الريان كان أفضل، شوط أول سير الريان بكيف ما يشاء. لم نلاحظ نادي العربي سوى بمحاضنة. معكم إلى مجريات الشوط الثاني بعد ما تركنا الشوط الأول بالتقدم لمصلحة نادي الريان بهدفين دون رد. سجل الهدف الأول لمصلحة الريان هو أبو بكر الصديق قصيبة من رأسية، والثاني بكل هداوة سعيد سالم المري على أثرها يبقى أن يختتم الشوط الأول بتقدم لمصلحة نادي الريان. انطلقت صافرة الشوط الثاني أحبتي المشاهدين والمتابعين على أمل أن تترتب الصفوف، هناك صفوف نادي العربي بالشوط الثاني، ويكون تيو برجع وجد النقاط الذي تأخذ بنادي العربي إلى الشوط الثاني. وبكل أمان أن يكون ند لنادي الريان ونشهد شوط ثاني ممتع مثل ما شاهدنا امتاع الريان بالشوط الأول. وهذه محاولة أولى لكن راحت على مستوى حراسة المرمى هناك إلى الحارس نور الدين محمد أحمد. شوط أول انت بتفوق لمصلحة الريان، كان هناك على مستوى الأهداف على مستوى الأرقام على مستوى الاستحواذ. شوط أول انت 55% البوزيشن والسيطرة على الكرة لمصلحة الريان و 45% لمصلحة العربي، فبالتالي الكفة رجحت نادي الريان بالشوط الأول. ننتظر بالشوط الثاني أن تكون المباراة يعني متكافئة ما بين الفريقين وأن تكون الندية بشكل كبير ما بين العربي وما بين الريان. هناك سقوط على أرضية الميدان وأنا ما أعتقد إصابة بالغة، وأنا أتمنى السلامة لكل اللاعبين. هناك من يسقط على أرضية الميدان، صقر ناصر الهدمي والمحاولة لمصلحة الريان من على مشار في المنطقة. استلام واحد الشاهين مهنا الصليطي، الصليطي بتمريرة من على مشار في المنطقة لكن عادت واستلام بمنتصف الميدان وبكل روح رياضية أرسلت الكرة إلى رمية التماس والسقوط على أرضية الميدان للاعب صقر ناصر الهتمي اللي نتمنى له السلامة. هذه عملية التدخل باللقطة الماضية، خلينا نشاهد من حالة والثانية. نعم على القدم اليمنى، على القدم اليمنى، وبالتالي هذه عملية السقوط على أرضية الميدان، وبالتالي إلى 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 رمية التماس يطلع الكرة لاعب نادي
الريان وبداعي الامان والسلامه بكل روح رياضيه. سلامات سلامات للاعب الصقر ناصر الهتم. نتمنى من تيوكبر جواجد السبل وبالتالي وجه لاعبيه بالشكل المناسب لخطف يعني لخطف او وضع الندية في الشوط الثاني. نعم الندية في الشوط الثاني وكذلك نتمنى استمرار نادي ريان بهذه القوة. واذا اذا اذا تكافأ على هذا المستوى سنشاهد شوط ثاني ممتع، سنشاهد شوط ثاني مختلف تماما. عادت الكرة على مستوى حراسة المرمى هناك الى احمد حسن محمد، ومن ثم يعني ترتيب الاوراق والصفوف للاعبي نادي ريان، الغلق المساحات، نعم الضغط على اللاعبين، نعم وعدم ترك اللاعبين اللي يلعبون بشكل يعني شكل مرتاح في ملعب نادي العربي عندما تكون كرات هناك لمصلحة الريان. عندما شاهدناه في الشوط الأول عادت الكرة واستلام بمنتصف الميدان، الشوط الثاني يبدأ من دون أي تغيير فقط على نادي العربي كان بالشوط الأول عندما خرج من هناك او عفوا عندما دخل ابراهيم عبد الله العمادي وخرج هناك كذلك ابراهيم خالد ابراهيم احمد عبد الله. هذا هو التغيير الوحيد بهذه المباراه وكان في الشوط الاول. استلام بمنتصف الميدان لمصلحه نادي الريان مره اخرى الى الطرف الايسر خلف المدافعين، كره راحت نحو الامام المحارب المرور وعادت هناك الى ركله ركنيه. نعم ركله ركنيه واللي طلعها سعيد سالم المري أو لا ليس بسعيد كان عبد الرحمن بلال الصادق، وبالتالي كرة عبد الرحمن راحت إلى ركلة ركنية من الطرف الأيمن لمصلحة نادي الريان من الجبهة اليسرى. الكرات الثابتة من الطرف الأيمن لمصلحة نادي الريان والاعتماد على الكرات الثابتة، ممكن أن يسجلون من هذه الكرات، ممكن أن يفعلوا شيء من هذه الكرات. راحت راسية مرة أخرى لا زالت الكرة قائمة لمصلحة ريان. هوبا صوب هوبا جول الله، ومن ثم الى ركله ركنيه اخرى لمصلحه نادي الريان من الجبهه اليمنى للفريق الاسود بهذه المباراه. الكرات الثابته هناك والنظره نحو الامام، نعم الاعتماد على الكرات الثابته. هذه الكره من الطرف الايمن استلام لمصلحه الريان عاليه وطويله للريان، لكن بالتالي عادت وعدم الانسجام وبالتالي راحت الكره، فقدت السيطرة مرة أخرى عادت لمصلحة العربي. الطلعة الهجومية العرباوية الاستلام بمنتصف الميدان، كرة عالية طولية خلف المدافعين لكن بالتالي عادت هناك إلى الجبهة اليسرى ولمصلحة نادي ريان والاستلام من الجبهة اليسرى. استلام لمصلحة الأسود، اعتدنا على ريان يكون بالألوان العنابية، عادت إلى الطرف الأيسر. استلام لمصلحة العربي بمنتصف الميدان، القطار العربي ممكن أن ينطلق، ممكن أن يسجل. هذه كرة للطرف الأيمن، طلعة هجومية عرباوية نحو الأمام لكن بالتالي راح وترك الكرة خلفه، وبالتالي عادت هناك بمنتصف ملعب نادي الريان. عادت الكرة للجهة اليسرى، استلام لمصلحة الفريق الأسود عالية وطويلة لكن تقطع وتعود بمنتصف ملعب نادي العربي هناك لمصلحة الريان. يلعب كرة إلى الطرف الأيمن، استلام لخالد علي سبعة، خالد بالمحاولة، خالد ينظر، خالد يبحث عن السبيل الذي يأخذ به إلى مرمى نور الدين محمد أحمد. الكرة إلى الطرف الأيسر، هذه عملية الاستلام وعملية التمرير وعملية النظرة إلى الأمام عادت لخالد لكن بالخطأ ترسل وتعود لجاسم جابر. جاسم جابر من الطرف الأيسر والمحاولة مرة أخرى هناك لمصلحة نادي العربي، خلفية رائعة لكن كانت تحتاج للدقة بشكل كبير وعادت لمصلحة نادي الريان للجبهة اليسرى والاستلام من الطرف الأيسر وتتحول لمصلحة نادي الريان عالية وطويلة تبعث بالرأس من محمد أحمد لاري وإلى الجبهة اليمنى هناك لمصلحة الفريق الأحمر مرة أخرى وعملية الاستلام بمنتصف الميدان والكرة لمصلحة الريان. هناك السقوط على أرضية الميدان ومرة أخرى لمصلحة نادي
الريان الى الطرف الايسر، عمليه الدوران يلعبون بكل اريحيه حقيقه، بكل اريحيه نادي الريان يلعب، يمرر كراته، عمليه الانسجام، يلعب بفكر عالي، وهذا ما نلاحظه لحد الان وبمستوى عالي لحد الان. استلام من الطرف الايسر، استلام الاولى والثانيه نحو الامام، ينظر بتمريره قطريه نحو الامام، لكن تعود الاستلام بمنتصف الميدان للفريق الاحمر، مررت الى الطرف الايمن، عادت لمصلحه الفريق الاسود. هذا الرياني، نعم الرياني بكره جميله ولعبت بشكل عالي، لكن عادت الى الطرف الايمن والى الى الى رميه تماس من الجهه اليسرى لمصلحه نادي الريان بهذه المباراه وبهذا التقدم بهدفين. هذه المحاوله وهذه الانطلاقه وعمليه المرور، عندما ترك الكره خلفه، عندما ترك الكره خلفه، وكان القطار الريان العرباوي سريع وكان امام المساحه، نعم، وبالتالي امام حارس المرمى وحيدا فريدا، لكن بالتالي هو ترك الكره خلفه ولم يعرف، او عفوا لم يتدارك الكره الماضيه ولم يعرف التصرف، وبالتالي راحت الكره خلفه لتعود الى الجبهه اليسرى، وهناك لمصلحه لنادي الريان. والان رمي التماس، هناك تغيير الزجبي عبد الله محمود المري، ويخرج عبد الله جابر المري يترك أرضية الميدان، ودخول عبد الله محمد المري صاحب ال 17 عام الى أرضية الميدان. هذا التغيير اللي يقوم به عارف عوض محمد، وبالتالي هناك تغيير اول بصفوف نادي الريان بهذه المباراة وبهذه الأمسية. اذا تحدثنا على الريان، نعم خلونا نتحدث شوي على الريان ونقول شنو اللي المهمة اليوم اللي يخوضها نادي الريان، ليس فقط هنا على مستوى فريق الشباب، لا، الريان اليوم متواجد بالسعودية، الريان اليوم راح يواجه الاتحاد السعودي في ملعب الاتحاد في تمام الساعة 8:35 بتوقيت الدوحة. نعم الريان اللي متواجد بالمجموعة الثانية اللي ضم لوكوموتيف الأوزبكي والاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي، نعم هو متواجد بهذه المجموعة. لعبت المباراة الأولى بهذه المجموعة ما بين لوكوموتيف والوحدة الإماراتي، وتغلب لوكوموتيف الأوزبكي بملعب لوكوموتيف هناك في أوزبكستان، المباراة اللي كانت اليوم في تمام الساعة 2:00، وتغلب لوكوموتيف بهدفين دون رد على الوحدة الإماراتي، واليوم بتمام الساعة 8:35 للاتحاد السعودي، الريان يواجه الاتحاد السعودي هناك في ملعب الاتحاد. نعم الريان يخوض أول مباراة بالنسبة له بهذه المنافسة، نعم بعدما تأهل من الدور التمهيدي نادي الريان عندما تغلب بالدور التمهيدي على نادي السايبة الإيراني، وتواجد الآن بهذه المجموعة الثانية. نتمنى التوفيق للرهيب الرياني وأن تكون له كلمة بهذه البطولة، وأن يخطو خطوات ثابتة بهذه البطولة وبمباراة اللي يخوضها اليوم أمام الاتحاد بتمام الساعة 8:35. نعم نتمنى له التوفيق، وكذلك نادي الدحيل عند مباراة راح تكون يوم غد بالاتحاد الآسيا، وراح تكون أمام استقلال طهران الإيراني هنا في قطر، هنا في ملعب عبد الله بن خليفة، بملعب نادي الدحيل راح تكون يوم غد باشر المباراة بتمام الساعة 6:15. نادي الدحيل يواجه استقلال طهران الإيراني، ويوم غد هناك في استاد الدحيل في استاد عبد الله بن خليفة. نادي الدحيل يقع في مجموعة ضمت الاستقلال والعين والهلال، نعم. أما الفريق الممثل القطر الثالث، نادي السد يقع بالمجموعة الرابعة، راح يواجه الأهلي السعودي يوم غد في ملعب الأهلي السعودي في تمام الساعة 8:15، نعم والربع، وبالتالي يقع بالمجموعة الرابعة نادي السد بمجموعة ضمت باختكور الأوزبكي وبيرس بوليس الإيراني والأهلي السعودي. نتمنى التوفيق للسد والدحيل والريان، السد والدحيل راح تكون مباراتهم يوم غد، الدحيل راح يواجه استقلال طهران والسد راح يواجه الأهلي، الدحيل راح تكون مباراته هنا في ملعب عبد الله بن خليفه والسد راح تكون مباراته في ملعب الاهلي. اما نادي الريان مباراه اليوم وما تبقى عليها كثير سوى ساعتين ونصف ساعه، نعم ساعتين ونصف، مباراه اللي تكون في ملعب الاتحاد امام الاتحاد السعودي. نتمنى التوفيق للرهيب الرياني، ومن هناك للطوفان الدحيل والعيال الذيب السد لممثلي الكره القطريه، نعم في التجربه الاسيويه الجديده، بعدما كان الدحيل والسد قطع شوطا طويلا بالنسخة الماضية
لكن ما تواجدوا بالمباراة الختامية. السد كان الأقرب وأفضل من بيرس بوليس، لكن ما توفق نعم ببعض من الجزئيات أمام بيرس بوليس في مباراة النصف نهائي، ومن خلالها نادي بيرس بوليس تواجد بالمباراة الختامية ليخسر المباراة الختامية أمام كاشيما. هناك كاشيما الياباني نعم في المباراة الختامية، بيرس بوليس كاشيما هو بطل النسخة الماضية. عادت الكرة للجهة اليسرى، استلام لمصلحة النادي العربي. عبد الله خالد سلومة يستلم منتصف الميدان، يرسل الكرة وعادت بها إلى الطرف الأيسر لمصلحة نادي العربي. العربي يحاول يمر، العربي ينطلق مره إلى الجهة اليسرى، انطلاقة لمصلحة العربي. هذه الكرة والمساحة، عادت هناك لاعب أمام لاعب، نعم واحد اثنين يفكر يروح يمر، السقوط هناك سقط على أرضية الميدان، ولا زالت الكرة بحوزة لاعبي نادي العربي، وعادت عرباوية مرة أخرى، السقوط على أرضية الميدان، وحكم المباراة ما أشار إلى أي شيء، وتعود إلى رمية التماس لمصلحة نادي الريان، أو عفوا لمصلحة العربي. العربي من الطرف الأيسر، العربي واندفاعاته إلى الأمام والمحاربة المرور، وأصافرة حكم المباراة تشير بالمخالفة، تشير بالمخالفة لمصلحة نادي العربي، والكرات الثابتة، الكرات الثابتة هذه عملية التدخل اللي كانت من نايف عبد الرحيم الخضرمي على صقر ناصر الهتمي. نايف يتدخل على صقر، وبالتالي صافرة حكم المباراة كانت حاضر هذه عملية المرور، والكرة اللي أبعدها حارس المرمى أحمد حسن محمد. هذه الكرة الثابتة من الجبهة اليسرى لمصلحة نادي العربي، والنظر إلى الأمام، نعم النظر إلى الخشبات الثلاث، ومن خلالها يبحث النادي العربي على تسجيل أول أهداف. لو سجل نادي العربي بهذه الكرة ويضع أول أهدافه بهذه المباراة، ستكون الدقائق المقبلة مختلفة. 29 متر تفصل هذا الجد المدور عن الخشبات الثلاث، فبالتالي هذه المسافة 29 متر ماذا ستكون عند لاعبي نادي العربي؟ يقف على الكرة من هناك جاسم عادل النجار ولاعب آخر، نعم أين ستصل هذه الكرة؟ أين ستكون ختامية هذه الكرة؟ بأي محطة ستحط رحلتها هذه الكرة؟ النظرة إلى الأمام، وبالتالي يفكر بماذا ستكون. أرسلت وصدت بحالة الصد والمطالبة بركلة جزاء، لكن بالتالي حكم المباراة قريب وأشار إلى الاستمرارية، وتعود إلى جبهة اليسرى لمصلحة الريان، والاستلام بمنتصف الميدان، انطلاقة لمصلحة الريان، القطار الريان، هناك لاعب بمساحة فارغة كان بالإمكان أن تمرر، لكن بالتالي عادت على مستوى حراسة المرمى، وبالتالي بمنتصف الميدان. يعني كان بالأفضل من لاعب نادي الريان يرسل كرة إلى الطرف الأيمن وإلى إلى إلى زميل الآخر اللي كان متواجد من الطرف الأيمن اللي هو خالد علي سبعة، لكن بالتالي راحت الكرة. هي فكرته كانت التمرير لكن ما توفق بها، عادت لمصلحة العرباوية، الهجمات المرتدة العرباوية عالية وطويلة عرباوية، وصلت بمنتصف الميدان للطرف الأيسر، الاستلام للجبهة اليسرى، نعم وقف على كرته، ينظر الأمام، يفكر، يقول لك وين ألعب كرتي؟ خليني أفكر بأكثر، أخذ وقت ومتسع من الوقت، يرسلها إلى الطرف الأيمن إلى الجهة اليمنى، يبحث عن مساحة، يريد أن 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 يرسل هذه الكرة إلى المرمى، إلى المرمى نعم يرسل هذه الكرة، لكن بالتالي راحت. والخط الدفاعي شغال باللقطة الماضية، هو يوقف المد الهجومي لنادي، يوقف المد الهجومي لنادي العربي، وتعود كرة خلف المدافعين لمصلحة الريان من الطرف الأيسر، استلام لاعب أمام لاعب، المحاولة المجهود الفردي قد يكون له عامل كبير، وعادت هناك من على مشار في المنطقة إلى الطرف الأيمن لمصلحة النادي العربي، واستلام بمنتصف الميدان، ومرة أخرى المحاولة بالمرور، هذا مر صقر، راح صقر، نعم كرة جميلة خلف المدافعين، المحاولة لكن بالتالي التدخل من هناك من لاعبي نادي العربي، يتدخل عبد الرحمن بلال الصادق، و وبالتالي تعود بمنتصف الميدان، والاستلام إلى الجهة اليسرى ولمصلحة نادي الريان، نعم نظرة إلى الأمام، ومرة أخرى للطرف الأيمن لحد الآن نتحدث عن هذه البطولة، نعم هذه البطولة، وبغض النظر عن الجولة 15 أو الأسبوع 15 اللي إحنا به وداخلين به، بغض النظر عنه ب14 جولة ماضية وب112 مباراة ماضية، جاء 528 هدف، رقم جيد وكبير حقيقة، بمعنى المعدل التسجيلي بالمباراة الواحدة 4.7، 4.3 أهداف من الهدف، فبالتالي يعني بقرب
5 اهداف في المباراة الواحدة، رقم كبير، رقم كبير. اذا تتحدث عن الاقوى خط هجوم بهذه المنافسة هو نادي الحيل ب 78 هدف، رقم كلش كبير، كلش كبير هذا الرقم. 78 هدف، 78 هدف يسجل نادي الدحيل من 13 مباراة اللي هو بالصدارة. من 13 مباراة يسجل 78 هدف، بمعنى 6 اهداف بالمباراة الواحدة. هذا اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع كذلك، رقم جيد. الغرافة 6 اهداف خلال 13 مباراة، خلال 13 مباراة استقبل 6 اهداف، بمعنى اقل من نصف هدف بالمباراة الواحدة. 0.4 وحتى 0.5، لا 0.4 بمعنى اقل من نصف هدف في المباراه الواحده. ارقام مميزه، اما ارقام الاضعف هجوميا واضعف دفاعيا، هذا هو الاضعف هجوميا نادي الاخرطيات بخمسه اهداف، ياتي بعد المرخيه بسته اهداف بالاخرطيات بمعدل 0.3 بربع الهدف في المباراة الواحدة، ومن هناك المرخية ب 0.4 في المباراة الواحدة يسجل. اما الاضعف دفاعيا المرخية والاخرطيات، المرخية استقبل 75 والاخرطيات سجل 72. المرخية من 75 بمعنى 5 اهداف.3، 5 اهداف وربع تقريبا في المباراة الواحدة يسجل في مرمى المرخية، والاخرطيات 5.5 نعم تسجل في مرمى. هكذا هي المعطيات، وهكذا هي الأرقام، هكذا هي المعطيات وهكذا الأرقام لهذه البطولة. نعم بالنسبة للأقوى هجوميا دفاعيا، أضعف هجوميا أضعف دفاعيا، ومجموع أهداف هذه البطولة. تحدث عن سلم الترتيب، عندك الدحيل بالمركز الأول 39 نقطة، الغرافة بالمركز الثاني 37 نقطة، فارق نقطتين، يعني المنافسة لا زالت موجودة لحد الآن. وبالتالي من هناك عندك السد بالمركز الثالث 30 نقطة، المراكز الثلاثة الأولى، يعني نتحدث عن المربع الذهب اللي يدخلون في بطولة المربع الذهبي. نعم بالمركز الرابع قطر 28 نقطة، وكذلك نادي الريان ونادي ونادي العربي يبحثون عن التواجد بالمربع الذهبي، تفصلهم عن المربع الذهبي 5 نقاط، ليس بالفارق الكبير. هناك تغيير، خروج سعيد سالم المري صاحب الهدف، ودخول من هناك تميم منصور عبد الله صاحب 17 عام. للان تكتمل 3 لاعبين تحت 17 عام بتشكيله نادي الريان، 3 لاعبين بتشكيله نادي الريان، سقوط على ارضيه الميدان، ونتمنى السلامه، كل السلامه. هذه هي اللقطه الماضيه والتدخل والسقوط على ارضيه الميدان. تغيير من هناك، نعم اللاعب اللي خرج هو سعيد سالم المري، يطلع سعيد سالم المري ويدخل تميم منصور العبدل. هذا هو التغيير اللي يقوم به نادي الريان بهذه المباراة، التغيير الثاني والثالث بالمباراة. نعم تغييرين للريان وتغيير واحد للعربي، هذا هو الهدف اللي سجله سعيد سالم المري صاحب الهدف الثاني بهذه المباراة. عادت الكرة إلى رمية التماس من الطرف الأيسر لمصلحة نادي العربي، وبكل روح رياضية صقر يرسل الكرة عالية وتعود على مستوى حراسة المرمى، على مستوى حراسة المرمى. يعني تحدث على الهيمنة بالبطولات، يعني عندنا بدوري نجوم كيو ان بي اللي يهيمن نادي السد. نعم يهيمن نادي السد بدوري نجوم كيو ان بي المتواجد بالمركز الاول ياتي خلف الدحيل، اما عندك بالمركز الرابع الريان والعربي، يعني الهيمنه سداويه بالدوري الدرجه الاولى بدوري نجوم كيو ان بي. اما تجي لدوري 23 عندك الدحيل هو من يهيمن، وياتي خلفه بالمركز الثاني العربي والريان، العربي بالمركز الثاني والريان بالمركز العاشر. يعني لكن بعد هذا الكره نتحدث، عادت هناك وخروج موفق وسليم لحارس المرمى نور الدين محمد احمد خرج واخذ دور المدافع بالكره الماضيه، واستلام بمنتصف الميدان، راحت الكره الى الطرف الايسر، استلام مره اخرى وعلى مستوى حراسه المرمى الى رميه تماس تبعث من حارس المرمى احمد حسن محمد. نعم انا اتحدث عن الهيمنه
بالمركز الأول، وأتحدث عن موقف الفريقين، عن موقف اسم العربي واسم الريان بباقي الدوريات. دوري نجوم الكيو ان بي اي هيمن السد، اما عندك نادي الريان يجيب المركز الرابع، العربي بالمركز السادس. دوري نجوم دوري 23 دوري قطر غاز الصداره للدحيل، العربي بالمركز الثاني، الريان بمستوى هابط حقيقه بالمركز العاشر. بدوري الشباب هذا الدوري عندك الدحيل يسيطر، وبالتالي العربي بالمركز السادس وريان بالمركز السابع وقريبين من بعض. بالناشئين السد يسيطر، وبالمركز الرابع عندك العربي 27 نقطة، والسادس عندك الريان 20 نقطة. بدوري 15 سنة عندك الريان يهيمن، وبالمركز السابع العربي 16 نقطة، والتاسع الريان 13 نقطة. عندك بدوري 14 سنة الغرافة يسيطرون، وبالمركز السادس الريان 20 نقطة، وبالمركز التاسع العربي 9 نقاط. عندك بدوري 13 سنة الأهلي يسيطر ب 40 نقطة، وعندك العربي بالمركز الرابع 27 نقطة، والريان ب 18 نقطة بالمركز السادس. يعني ما شاهدنا ولا هيمنة للريان ولا للعربي على جميع البطولات، سوى اللي هو أقرب عندك الريان. الريان أقرب بدوري 23 بالمركز الثاني، لكن تفصل فارق كبير بينه وما بين الدحيل المتصدر بعشرة نقاط. هناك تغيير دخول من هناك عندك أحمد عبد الله الأنصاري، أحمد عبد الله الأنصاري بدلا من يوسف محمد حسين صاحب ال 17 عام. يوسف محمد حسين بصفوف العربي يترك ارضيه الميدان، هذه ركله حره عرفويه ثابته والتصويبه لكن راحت على مستوى حراسه المرمى لمصلحه نادي الريان. هذه الكره والمحاوله والتصويبه الى ركله المرمى. احمد عبد الله الانصاري يدخل الى ارضيه الميدان، وخروج من هناك صاحب ال 17 عام يوسف محمد حسين يخرج خارج أرضية الميدان. هذا هو اللي دخل للتو. نعم أحمد عبد الله الأنصاري استلام بمنتصف الميدان، عادت إلى 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 الجبهة اليمنى مرة أخرى، هناك إلى 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 الطرف الأيمن. تتحدث عن هذه البطولة، نعم تتحدث عن هذه البطولة ودور الشباب. دور الشباب تحت 19 عام هو الرافد الأساسي لمنتخب الشباب، وبما انه احنا ذكرنا منتخب الشباب راح نذكر الاستحقاق اللي ينتظر منتخب الشباب. شنو اللي ينتظر منتخب الشباب؟ ينتظرهم كاس العالم للشباب بولندا بهذا العام بعام 2019. سحبت القرعه قبل فتره قليله، وقع العنابي بالمجموعه الرابعه، المجموعه الرابعه اللي ضمت الادعم بجانب نيجيريا واوكرانيا وامريكا. هذه المحاوله لمصلحه الريان لكن عادت على مستوى حراسه المرمى ومن ثم الى الطرف الايسر. نعم وقع الادعم بالمجموعة الرابعة وهو بالصف الأول بالمستوى الأول، نعم بالمستوى الأول صنف في المستوى الأول، وقع بجانب نيجيريا وأوكرانيا وأمريكا بالبطولة اللي راح تقام هناك في بولندا. فبالتالي هذا الدوري هو الرافد الأساسي لهذا المنتخب، الرافد الأساسي للمشاركة بكأس العالم للشباب، المشاركة بكأس العالم للشباب. هذه الكرة هناك للطرف الأيسر، المحاولة نعم عدى فاتر أحمر، لكن بالتالي هناك إلى 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 الطرف الأيمن لمصلحة نادي العربي، لنادي العربي استلام في منتصف الميدان للريان مرة أخرى. يتبادلون الكرات، عادت هناك إلى رمية تماس من الجهة اليسرى. تماس لمصلحة نادي الريان مرة أخرى من الجهة اليسرى، المحاولة انطلاقة الريانية استلاما على مشارف المنطقة، ممكن التصويب، هذا التصويب لكن راحت إلى ركلة مرمى، كانت من أبو بكر الصديق قصيبة صاحب الهدف الثاني بهذه المباراة. سقوط على أرضية الميدان،
تلعب الكرة بشكل سريع، استلام بمنتصف الميدان مرة أخرى إلى الطرف الأيمن لمصلحة نادي الريان، استلام بمنتصف بمنطقة نادي الريان، لكن بالتالي إلى 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 ركلة ركنية من الطرف الأيمن، ركلة ركنية نعم لمصلحة نادي الريان من الجهة اليمنى. هذه الكرة ثابتة نقلت إلى الطرف الأيمن، عادت إلى 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 الجهة اليمنى، استلام وإمكانية نعم، سحب كرة إلى الطرف الأيمن، هذا استلام وقد تكون عرضية وبشكل عالي، لكن بالتالي وبعدها تعادت لمصلحة نادي لمصلحة نادي العربي. المحاولة الانطلاقة من الجهة اليسرى واستلام في منتصف ملعب نادي الريان، عالية وطويلة مرة أخرى، استلام وبكل هدوء عادت إلى 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 الطرف الأيسر، ومرة أخرى هي كرة ريانية عالية وطويلة مرة أخرى إلى مشارف المنطقة وأبعدت. نعم كما ذكرت هذا الدوري، دوري الشباب الرافد الأساسي لمنتخب الشباب اللي تنتظر مهمة كأس العالم للشباب، وإحنا خلونا نتذكر بأنه منتخب الشباب الأدعم للشباب العنابي للشباب القديم شنو سوى بعام 1981، هو أبرز المنتخبات العربية، وصل لنهائي كأس العالم للشباب، وصل لنهائي كأس العالم للشباب عام 1981 هناك بإستراليا، هناك بإستراليا وكان الوصيف، لكن هذه محاولة لمصلحة العربي. هوبا جول العرباوي يسجل أول الأهداف بهذه المباراة، نعم العرباوي يسجلون، العرباوي يضعون أول الأهداف بمرمى الريان، فبالتالي أصبحت الآن المباراة بشكل مختلف، الآن بشكل مختلف، جاسم عادل النجار يسجل الهدف الأول، انطلق راح فات عدى وبالتالي وضع كرة بمرمى حارس نادي الريان أحمد محمد، وبالتالي من هناك الأول عرباوي لمصلحة العربي، الأحمر يسجل، الأحمر يعود وبأمل كبير بهذا اللقاء، فارق واحد، عادة الروح لمصلحة العربي، ممكن الآن نشاهد مباراة بالشكل المختلف، النجار يسجل، نعم النجار يسجل، جاسم عادل النجار يسجل هدف لمصلحة العربي، هذه الكرة هناك من الطرف الأيسر والتماس لمصلحة العرباوية، العرباويين الآن يسجلون هذا الهدف، يسجلون هدف تقليص الفارق الآن، تبدأ الفكر بشكل مختلف، الكرات المرتدة، كرة مرتدة عرباوية مرة أخرى، كرة التعادل قد تكون، نعم استلام للجهة اليمنى عالية وطويلة، النجار استلم، النجار يبحث، النجار يبحث عن مساندة، لاعب أمام لاعب، مرة كرة عالية، جول جول وبغضون الدقائق القليلة كان العربي قريب، كان العربي قريب بأن يسجل التعديل، هذا الاستلام، هذه الكرة الطولية ماكو أوفسايد، أرسل كرته وراحت إلى ركلة مرمى كانت قريبة، وكان بالإمكان أفضل مما كان أن يتعادل نادي العربي ويسجل الثاني بمرمى الريان، لكن عادت على مستوى حراسة المرمى لمصلحة نادي الريان من الجبهة اليسرى، وهذه الكرة إلى رمية تماس، إلى رمية تماس. الآن كما قلت وذكرت أن المباراة راح تكون بشكل مختلف، هذه الكرة وهذه النقلة، هناك شكوك نعم، شكوك بأوفسايد بلقطة الماضي، لكن على أي حال، على أي حال أنه الهدف جاء، وبالتالي الآن الأمور مختلفة، والتقليص الفارق وفارق الهدف الوحيد بهذه المباراة، عاد واستلم من الطرف الأيمن، يبحث عن زميل، أرسل الكرة إلى الجهة اليمنى، استلام وانطلاق، راح يبحث عن زميل، عمل التاتش وحده فوق، لكن جابها من الطرف الأيمن، وراحت إلى رمية التماس لمصلحة نادي العربي، العربي ينتفض، العربي يريد يبحث عن هدف التعادل بهذه المباراة، يبحث عن هدف التعادل بهذه المباراة، ومن هناك على مستوى حراسة المرمى، نعم أنا عندما ذكرت وبالتالي هدف نادي الريان وقفت
ذكر التاريخ وما الذي فعل الأدعم ومنتخب قطر. نعم بعام 1981 عندما أصبح وصيفا بمونديال الشباب عام 1981، ونحن نستذكر الآن مشاركة المنتخب الشبابي بكأس العالم للشباب بعام 2019. فبالتالي ممكن أن يعيدون الكرة مثلما كان هناك أبطال ببطولة أمم آسيا، ممكن أن يكونوا أبطال ببطولة العالم للشباب. نعم فبالتالي ممكن أن يعيدوا الكرة، والآن على اللاعبين الآن أن يبرزوا بشكل كبير ليمثلوا منتخب قطر للشباب بالمونديال القادم. الآن الكل يبحث على 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 مقعد وعن مركز بالمنتخب الشبابي. كل هؤلاء اللاعبين وأبي من 17 فريق يشاركون بدور الشباب، نعم يبحثون من أجل التواجد في بولندا، نعم ومن أجل التواجد وأن يتقمصون قميص الأدعم. هذه الكرة وبالتالي هناك إلى الطرف الأيمن، عادت إلى جبهة اليسرى من على مشار في المنطقة، دخل راح نظرة إلى الأمام، عرضية، جول جول جول، الله 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 الله، لكن راحت والى الركنية من الجهة اليسرى، الى الركنية بهذه المباراة. لاحظ هذه العملية وهذه المحاولة مرة أخرى. هناك من الطرف الأيسر عادت من على مشار في المنطقة لمصلحة النادي الريان، الريان الرهيب، عالية استلام داخل المنطقة يحضر، لكن عادت وإلى إلى إلى الطرف الأيسر انطلاقة لمصلحة الأحمر، الأحمر راح القطار الذي يبحث عن التعديل، لكن بالتالي إلى رمية تماس، إلى رمية التماس هناك لمصلحة العربي من الجهة اليسرى، لمصلحة العربي من الجهة اليسرى. عادت وأبي منتصف في ملعب نادي العربي ترسل، استلام بمنتصف الميدان. الآن المباراة أصبحت مختلفة تماما عن الدقائق المقبلة أو عفوا الدقائق الماضية، ومختلفة عن الشوط الأول، هي بداية الشوط الثاني مختلفة عن الشوط الأول، وما بعد الهدف مختلفة تماما عن بداية الشوط الثاني والشوط الأول. المباراة ترتقي شوي شوي إلى 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 الطموح. عادت الكرة لمصلحة العربي، العربي إلى الجهة اليسرى مرة أخرى، يبحثون عملية الدوران، عادت إلى الجهة اليسرى، نظرة نحو الأمام ومرة أخرى لاعب أمام لاعب، وبالتالي عالية وطويلة، غير اتجاه اللعب إلى الطرف الأيمن، استلام بمنتصف ملعب نادي بمنتصف ملعبه إلى الطرف الأيسر، عالية وطويلة ومرة أخرى لمصلحة نادي العربي. هناك على مستوى خط الدفاع عاد بها، يروح للجهة اليسرى، راح يقطع مسافة للطرف الأيمن، يرسل الكرة والاستلام للجهة اليسرى، هذه انطلاقة لمصلحة نادي ريان. عادت الكرة عرباوية مرة أخرى، التدخل باللقطة الماضية وتعود إلى الطرف الأيمن، لاعب أمام لاعب، المحاولة تقطع. الآن نادي العربي انتفض، الآن نادي العربي بشخصية مختلفة بكاريزما مختلفة، راحت كرة نحو الأمام وبالتالي عادت على مستوى خط الدفاع. حارس المرمى كان بالإمكان نعم أن يرتكب خطأ، لكن مشت وياه وبالتالي راحت على مستوى خط الدفاع. عادت إلى الطرف الأيسر مرة أخرى، التدخل للجهة اليسرى، استلام لمصلحة نادي العربي على مستوى حراسة المرمى. هناك لحارس العرباوية نور الدين محمد، ومرة أخرى استلام لعبد الرحمن بلال الصادق بكرته، بلال الصادق بلمسة إلى الأمام، تعود لمصلحة الريان وأبي منتصف الميدان. 80 دقيقة أحبتي المشاهدين والمتابعين، والمحاولة للرهيب قد يقتل المباراة. برافو لنور الدين، هكذا يقول عشاق العربي. نعم يتصدى للكرة ويبقي على الأمل بهذه المباراة. عادت إلى صقر، استلام لصقر، طويلة من صقر من الطرف الأيمن لمصلحة لاعبي نادي العربي، التدخل وصف أو الراية من المساعد الثاني، وأبي الخطأ أشار المساعد الثاني خالد البدر، وأبي ركلة حرة. هذه هي الكرة الماضية لمصلحة نادي الريان، والتدخل من حارس المرمى اللي كان سد منيع، وأبقى على الأمل هذه عملية التدخل، وهي كانت هناك عملية سحب على لاعب نادي العربي، على لاعب العربي، لكن على ما أعتقد كان خطأ قبل السحب، فبالتالي حكم المباراة أشار إلى الخطأ لمصلحة نادي الريان. عالية وطويلة من الريان
ومن ثم إلى منتصف الميدان، يبحث عن زميل، يعود بها إلى مستوى خط الدفاع للطرف الأيمن، استلام بمنتصف الميدان، النظرة إلى الأمام، عملية الدوران تنقل إلى الطرف الأيمن، المحاولة والمرور، نعم جاب من هنا، يبحث إلى هناك، يعود بمنتصف الميدان، يبحث عن سبيل، يأخذ به إلى مرمى الفريق الخصم، غير اتجاه اللعب إلى الطرف الأيسر، لاعب أمام لاعب، لكن بالتالي راح يقطع المسافة وحده، الله 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 على اللمسات، الله على الانسجام، وبالتالي عادت، لكن بالتالي نهاية لن تكون سعيدة لمصلحة نادي الريان أو عفوا العربي وعشاق العربي، وتعود إلى مستوى حراسة المرمى إلى ركلة مرمى، لمسة جميلة خلف المدافعين، لكن تحتاج إلى السرعة من لاعب نادي العربي اللي هو عبد الرحمن أحمد الصليطي، وبالتالي راحت على عبد الرحمن أحمد الصليطي إلى ركلة مرمى. تيوب برجع يبحث عن التعادل الآن، يريد أن يبقى نعم بهذه بهذا المركز بهذا المركز، يريد أن يبقى بهذا المركز، نعم إذا تعادل يبقى بالمركز السادس نادي العربي، موجود بالسادس 13 مباراة 23 نقطة، هذا المباراة رقم 14، يريد يعني يبحث عن النقطة 24، أما عندك من هناك الريان يريد أن يتخطى العربي، إذا فاز الريان يقب المركز السادس، راح يقب المركز السادس نادي الريان، وبالتالي خلف الوكر اللي عنده 28 نقطة، الوكر راح يخوض مباراة صعبة بعد هذه المباراة، ستكون منقولة عبر قنوات الكاس إن شاء الله، نعم أمام المتصدر أمام الدحيل، عادت كرة عالية وطويلة، استلام بمنتصف الميدان، لو نتحدث شوي على مواجهات اليوم، نعم بما أن الكرة بمنتصف الميدان، مواجهات اليوم الشيحانية والسيرية مع عذر والأهلي قطر والمرخية السد ومسيمير والخور والغرافة والخريطيات والشمال والدحيل والوكرة، وهذه المباريات العربي والريان، نعم مواجهات اليوم، عادت الكرة هناك طويلة إلى 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 الطرف الأيسر لمصلحة نادي الريان، مرة أخرى الاستلام لجابر محمد المري كرة عالية وطويلة، استلام مرة أخرى وبمنتصف الميدان للطرف الأيسر إلى ركنية لمصلحة نادي الريان، ركنية من الطرف الأيسر لمصلحة الريان، هذه هي عملية التدخل، وبالتالي عادت إلى الجبهة اليسرى لمصلحة نادي الريان، المحاولة الريانية نعم، هناك مرة الكرة الثلاثية، الله الحارس نور الدين ينتفض، الحارس نور الدين يقف سدا منيعا ويبقي على أمل العرباوية مرة أخرى، نعم هذه الكرة والمحاولة عالية وطويلة خلف المدافعين للتعادل، انطلق للتعادل، راح حط جول، الله كان قريب صاحب الهدف الأول من تسجيل الثاني وعودة الأفراح وعودة النقطة ويرسل البهجة والسرور والبسمة إلى نادي العربي، نعم إنه جاسم عادل يضيع الكرة وبجانب القائم الأيسر إلى ركلة مرمى، عادت إلى الطرف الأيمن، المحاولة والسلام مرة أخرى لمصلحة العربي، الدوران إلى 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 الطرف الأيسر، عملية من الجهة اليمنى، نعم النقلة نحو الأمام عالية وطولية للجهة اليمنى، هذه عادت على مستوى خط الدفاع، ترسل إلى رمية التماس من الطرف الأيسر ولمصلحة نادي الريان، نعم من الجهة اليمنى لمصلحة الريان، هذه الانطلاقة هذه المحاولة اللي تصدى لها نور الدين محمد، وبالتالي أبقى على نادي العربي بهذه المباراة أن على بعد هدف واحد بهذا اللقاء، هناك كرة نحو الأمام لمصلحة الريان لكنها عالية وطويلة إلى ركلة مرمى، عالية وطويلة، الريان كان أن يسجل الثالث، نعم كاد أن يسجل الثالث وأن يقتل هذه المباراة، لكن بالتالي تعود لمصلحة العربي، نعم هذا هو الطنباري المكي محسن الطنباري، الكرة من الجهة اليمنى خلف المدافعين، انطلاقة عرباوية دخل المنطقة، هذا هو التعادل قد يكون، لما لا الله الحظ يعاند العربي، الحظ لا يريد على العربي، لا يريد العربي، الحظ ما يبحث عن العربي، نعم هكذا ما نشاهده، الفريق اللي كان مميز في الشوط الأول الحظ هو يبحث عنه، الحظ يبحث عنه، الفريق اللي اقتنص المباراة من بدايتها
نعم من بداية الحظ يتمسك بنادي الريان، وأكثر من محاولة عرباوية لحد الآن بهذا اللقاء تضيع وتعود إلى الجهة اليسرى لمصلحة العربي. السلام من الطرف الأيسر مرة أخرى لمصلحة نادي العربي نحو الامام، المحاوله من الطرف الايسر، هذا يبحث عن كرته ارسلها هناك الى جبهه اليسرى، المحاوله بالمرور وعمليه التدخل باللقطه الماضيه لترسل عاليه وطويله وتعود على مستوى حراسه المرمى الى الحارس نور الدين، الى نور الدين يعود ابي كرته الى الجهه اليمنى للطرف الايمن. المباراه المقبله بالاسبوع السادس عشر، الاسبوع السادس عشر، لكن نتحدث بعد هذه المحاولة ثالث. الله، قتل المباراة، ذبح المباراة، ينتصر بالريان، ياخذ بالريان، يحقق الريان الثلاث نقاط، الريان نحو الانتصار. الريان نعم حطها بالمرمى جول، جابها بالمرمى جول، يتقدم بالريان المكي محسن، يحسن بالتعامل مع الكرة الماضية ويأخذ بالرهيب ويبقي بالرهيب ليتمسك بالثلاثة نقاط. هذه الانطلاقة، هذا المرور، نعم، وبالتالي نحو الأمام، خلف المدافعين سلمها، خلف المدافعين استلمها وبالمرمى حطها. هذا هو المكي محسن الطنباري، يضع هدف بمرمى العربي، وبالتالي هناك يسجل نادي الريان الثلاثية بهذا اللقاء. الطنباري يسجل ويقتل المباراة ويقضي على حلم الريان، أو عفوا العربي، بالعودة والتعادل. نعم بهذه المباراة، نعم سجل، ذبح المباراة، أخذ بالمباراة لمصلحة الريان بعد ما كانت الندية حاضرة وعودة العربي كانت تكون قريبة، لكن بالتالي الهدف الثالث يقتل، وبالتالي المكي يأخذ بالانتصار لمصلحة الريان. وهناك عملية الطرد، نعم، لعبد الله خالد سلم، هناك كان اعتراض واعتراض كبير حقيقة على طاقم تحكيم هذا اللقاء، وبالتالي يطرد من هناك اللاعب عبد الله خالد سلومه. عبد الله خالد سلومه يطرد، وهذا اللي يظهر بالصوره امامنا، المكي محسن الطنباري هو من قتل هذه المباراه. نعم، وسجل الثلاثيه الرياني الرهيب. الرهيب يبقى رهيب. الرهيب يبقى رهيب. نعم، هذا الرهيب اللي يحقق هذه المباراه امام الاحلام، امام الريان، امام العربي، امام القلعه الحمراء. نعم، الرهيب يحقق الانتصار ويقطع شوط طويل وكبير نحو ثلاثه نقاط نادي العربي، او عفوا الريان. الريان يعني هو بقرب انتصاره بهذه المباراه راح يروح للمركز السادس، راح يروح للمركز السادس نادي الريان. فبالتالي نادي الريان بهذه الثلاث نقاط قد يقفز الى النقطة 26، نعم النقطة 26، وبهذه الثلاثية اللي سجلها يصبح عنده 41 هدف، واستقبل من هناك هدف واحد، بمعنى الاستقبال 28 هدف. فما تحدث على نادي العربي، استقبل 20 مع هذه الثلاث اهداف. وهناك تغيير، هناك تغيير، خروج اللاعب عبد الله محمد المري، عبد الله محمد المري، ودخول حمد سالم المري. عبد الله محمد المري يترك ارضيه الميدان، ودخول سالم محمد المري، او حمد سالم المري. هذا الكرات الثابته لمصلحه نادي الريان، وعاليه وطويله وراحت الى ركله مرمى، راحت عاليه وطويله الى ركله مرمى، ومن ثم الى الجهه اليسرى هناك لمصلحه نادي العربي. استلام من الجهه اليسرى، نظره الى الامام، دقيقتين وقت بدل من ضاع، دقيقتان وقت بدل من ضاع. نعم، هكذا يشير الحكم الرابع عبد الرحمن محمد يوسف. عادت الكرة واستلام بمنتصف الميدان، 120 ثانية وقت بدل من ضاع. هذه كرة واستلام من الطرف الأيسر، المحاولة بالمرور، الانطلاقة لمصلحة الريان، لاعب أمام لاعب مرة أخرى، هذه كرة للجبهة اليمنى، دخل المنطقة مرة أخرى، عرضية نحو الأمام، لكن بالتالي راحت، واستلام من الطرف الأيسر، هذا يبحث عن كرة هناك، ينظر الأمام، المساحة الفارغة من الطرف الأيمن، قد يرسلها عالية، نعم، جميلة، واستلام للجهة اليمنى، الخطر يبدأ من الطرف الأيمن، والاندفاع من الطرف الأيمن، عرضية للرابع.
الرابع نحو الرابع، لكن بالتالي تعود على مستوى حراسة المرمى. هناك عند نور الدين محمد واللي يرسل كرة واستلام بمنتصف الميدان وعادت إلى جبهة اليمنى لمصلحة الريان. وبالتالي ندخل بالدقيقة الثانية، الوقت بدل من ضائع، عالية وطويلة الكرة الماضية، استلام من الجهة اليسرى، المحاولة مرة أخرى هناك عند لاعبي الريان، هناك عند لاعبي الريان تميم منصور، لكن تعود لمصلحة العربي مرة أخرى إلى الجبهة اليسرى، الاستلام من الطرف الأيسر لمصلحة العربي إلى الجهة اليسرى، الصقر يحاول ويروح لكن تطول كرة الصقر إلى رمية التماس. نعم ودقيقتين شارفت على النهاية، نعم شارفت على النهاية، أقل من نصف دقيقة متبقية على نهاية الوقت البدل، على نهاية الوقت بدل من ضائع. وليعلن حاكم المباراة يوسف المرزوقي صافرة بهذا اللقاء. عادت الكرة إلى الجبهة اليسرى لمصلحة نادي الريان، عالية وطويلة مرة أخرى، الاستلام بمنتصف نادي بمنتصف ملعب الريان العربي إلى الطرف الأيسر، صقر بكرته، المحاولة عادت على مستوى دفاعات الريان إلى الجهة اليمنى وتعود من هناك، وهذه صافرة حكم اللقاء. أحبت المشاهدين والمتابعين، يوسف المرزوقي يعلن نهاية هذا اللقاء بانتصار الريان بثلاث أهداف لواحد، سجل من هناك أبو بكر الصديق وسعيد سالم المري والمكي محسن الطنباري، بما أنه سجل من هناك العربي جاسم عادل.